اختيار المندوبية العامة على موضوع هذه الدورة استحضاراً للدور الهام لفعاليات المجتمع المدني في المساهمة في تأهيل نزلاء المؤسسات السجنية خلال فترة الاعتقال وبعد الإفراج، ولأهميتها البالغة في تجسير الهوة بين السجين ومجتمعه، وهو الدور الذي كرسه دستور المملكة في الفصل 12 منه. كما تأتي هذه المبادرة في إطار انفتاح المندوبية العامة على العالم الخارجي، وخصوصا جمعيات المجتمع المدني والهيئات المهتمة بأوضاع السجناء عموما بصفتها شريكا أساسيا في تفعيل وتقييم مختلف البرامج والمشاريع التأهيلية والإدماجية المعدة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية. وهكذا تم اختيار موضوع المجتمع المدني بين الإرادة في الانخراط وواقع انفتاح المؤسسة السجنية لإحدى جلسات هذه الدورة. ونذكر في هذا الإطار ونذكر في هذا الإطار بأن المشرع نص في المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون، المندوب العام حاليا، أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنه. وعلى أنه يستمر النص يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في هذه في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخصة خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية. وعملا بهذا المقتضى ووعيا بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تنزيل مختلف البرامج التأهيلية، قامت المندوبية العامة بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمدير المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللا تمركزي التي تسنها. لكن يلاحظ في الميدان حضور ضعيف كما وكيفا لجمعيات متخصصة تعنى بقضايا السجين وأسرته على المستوى الثقافي والتعليمي والصحي. وهذا الوضع يبقى بطبيعة الحال دون تطلعاتنا جميعا بالنظر لما يقتضيه تأهيل المعتقلين من مجهودات نوعية ومسؤولية مشتركة. وقد يعزى ذلك إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المرضي بالسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الأخرى الجارية بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تناجوها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم، وذلك من منطلق ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تطلع بها، كما أنه من شأن الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة، وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك وفق ما تقتضيه التشريعات والأنظمة ذات الصلة. ولا أدل على نجاح مثل هذه المقاربة أكثر من تجربة الجمعيات الشريكة مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتي انخرطت في إطار برامج سنوية وأخرى متعددة السنوات لتنفيذ ودعم استراتيجية المندوبية العامة في محاربة آفة الأمية في صفوف فئة من النزلاء، وذلك وفقا للإجراءات المصدرية المعمول بها في هذا المجال والمتمثلة أساسا في إعلان المشاريع وانتقاء الجمعيات المتخصصة والمؤهلة لتنفيذ مثل هذه البرامج. وقد أثمرت هذه التجربة نتائج طيبة وملموسة في هذا المجال. أما الجلسة الثالثة ضمن هذه الدورة فقد اختير لها موضوع جمعيات المجتمع المدني بين التأطير القانوني وخصوصية الفضاء السجني. ولقد سعى المشرع إلى تمكين الجمعيات من الوجود المؤسسات السجنية للمساهمة في الجهود المبذولة لتطوير البرامج الإصلاحية، لكنه اشترط بالمقابل ضرورة الترخيص من طرف المندوب العام أو المدير حاليا، وذلك من أجل التحقق من كون المشاريع المراد تنفيذها في هذا المجال
تندرج ضمن محاور تروم المساهمة في العملية التأهيلية والتربوية التي تستهدف السجناء وفي كل ما يرتبط بالدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولأسرهم. ولتحقيق هذه الغايات ينبغي إعادة صياغة الأنظمة الأساسية للجمعية المعنية وإعادة هيكليتها مما يعزز قدراتها في مجالات تدخل محددة ومختصة، وذلك في إطار ما تقتضيه خصوصية الفضاء السجني وقاطنيه والضوابط الأمنية التي تحكم سيره والتي تستمد مرجعيتها من النصوص القانونية والتشريعية. حضرات السيدات والسادة، تلكم كانت مجمل المواضيع المحاضرات المبرمجة ضمن فعاليات الدور 11 من برامج الجامعة في السجون. أتمنى تحظى مجموع المحاضرات المدرجة ضمن برامج هذه الدورة بالأهمية والتتبع من لدن مختلف الفعاليات والنزلاء على حد سواء، لما تشكله من إضافة عملية تساهم في إرساء أرضية من شأنها بلورة إطار تعاقدي لمجال تدخل الجمعيات بالمؤسسات السجنية. وفي الختام لا يفوتني أن أجدد الشكر للأساتذة المحاضرين وإلى كل الحضور الكريم على تفضلهم بقبول الدعوة ومساهمتهم بتلقائية وإرادة صادقة في إنجاح برنامج هذه الدورة من الجامعة في السجون وتحقيق أهدافها الإدماجية والإنسانية. وأتوجه إلى السجناء المستفيدين من هذه البرامج لأحثهم على التفاعل مع مختلف جلسات هذه الدورة بغية تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من هذا البرنامج، معربا لهم عن متمنيات لهم بالنجاح في مسارهم الدراسي. وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا، وأبقى الله مولانا الإمام ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظه لعهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصنه الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.